مرحبا، دكتورة ريم القطاع، أخصائية جلدية وتناسلية وعلاج بالليزر. اليوم بدنا نشتغل لمرضتنا توليد شفاه. هلا توليد الشفاه بيعتمد على السبب اللي عند المريض. إذا كان المريض مدخن وعنده تصبغات من الشمس وعامل له بهتان، على الأغلب بيحتاج كمان ليزر بالإضافة لحقن الإبر. الليزر بيشيل لنا الصبغة عن طريق ليزر الكيسوج أندياك. هلا المريضة هون إحنا رح نعملها توليد عن طريق مادة الهيدرودولوكس اللي هي نانوسون سلينج. هلا التصبغات اللي بتصير الشفة والبهتان بالشفة له عديد من الأسباب، منها عوامل وراثية، منها التدخين، التعرض للشمس، الطبيعة الوراثية، كل سبب ممكن علاجه بطريقة مختلفة. هلا المدخنين اللي عندهم تصبغات شمسية بنستخدم لهم جهاز ليزر بالإضافة للإبر اللي هو جهاز الكيو سويتش أندياك. زي المريض عنا هون نستخدم مادة الهيدرودولوكس اللي هي من نيوبيا، اللي هي فيها هيالورونيك أسيد نانكروس لينت فما بيعطي فوليوم، وفيها مادة الألبيورين والجلايسين اللي برضو بتحفز الكولاجين وبتعمل على التوليد. المريض بحتاج 3 جلسات بين الجلسة والثانية مدة 3 أسابيع، خلالهم بصير ترطيب عالي للشفايف بالإضافة للتغذية بالأحماض الأمينية اللي بتساعد على توريد الشفايف، وإذا في عنا تجعيدات بسيطة حول التوم وفي الشفة برضو بتساعد على تحسين المنظر. إذا منلاحظ كيف صار فرق اللون بين الشفة السفلية والشفة العليا، والنتائج بتدوم مدة 6 شهور.